أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ولا ليال عنوانك محاضرة ولا لوحي كبقين قيب كميلة آيات كريمة وصورة الأحزاب كمد إلى هيء كلي هي. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. السبب نزول كذا علماء وحي الشاغان سيد بخاري وأنس ابن مالك كورنا هيوه إنه يري آيات داسي وحان أمه لينا إني كسو دكتاي أدياركي أنس ابن النضر وأحد آدي آد أدري راي وسي آدي آد أغدا وعلود لي وسي آدي آد أمه جيي كرتي أي آيات داسي كسو دكتاي بأنه أمه لينا نابو يري أنس waxa kala wad Aisha inay tiri waxa nabiga u soo galay salaatullaahi wa salaamu alayhi Talha ibn Ubaydillah, markaas waxay tiri nabigu wuxuu ku yiri anta ya Talha mimman qada nahbah. Hafid ibn Hajar ruhi wa isnaduhu jayyid. Marka yani waxa weeye waxa kamida mu'miniinta رج كرو شيء وحي الله كلا بلمين تذكى سوحا كم إذا فمنهم من قضى نحبه بلن كيسي أوفيي نذر كيسي عهد كيسي بلن كيسي أوفيي وحكالو الوفا سري منهم من مات أو قتل قفل انتي أما قفل ديري لبضبا ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. قار قد هذا وحو لي صدح ناس وصدح قولو قولو بلنكي أوفيسي قولو بلنكي أولي أوفيسه ربطا إيو قولو وما بدلوا تبديلا. قال نوحا الوفا سري إنين أهين آيده سياق واحدة أي تهي رقا لغوشي أغي إني أيغا لفت قودو أي كمي ديهن داد كاس وحا كمي ده عمار بن ياسر وتفسير ابن أبي حاتم الرازي ساسا كسو أرورتي تفسير يحيى بن سلام وحكو صارورتي حمزي أصحاب تيسو إلي كم ديهين ممن قضى نحبه. حاكم حديث أبو هريرة كورنا هيو وكورنا هيو وحكو شيئا إنو كم ديهي تذكاس مصعب ابن عمير سكستبها هاتي علماء وحي رادان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عبرة وحويه لفظ وصوع عاميه ليه ما هن سببت أي كفر دكتي سببت
وكمد لكن حلو جيدا أرين عامة أو أه إن بلنك ألل أوفيو أو أن لبدلين بلنكاس أيا مقصود كو يهي تذكر لنا ومسلمين تانا ويسابنا إيسا أرين تاس حديث كان أما محاضرة هدا أه سببها الله دورتي وحا كمد أه أدى وحي نكوشرنا وقتي لغسو فوق هذه مشكات النبوة من الله مركي لغسو فوق هذه مشكات النبوة نوحا إيمانا إيسا دينت والنقصام إيسا والنقصام إيسا سادر تيدي أبا هانتا يمر والباء إمبورك لغشفوه أو مدة خاصية إلهي وحوية إلهي وحوصو صاري على رأس كل 100 سنة من يجدد لها أمر دينها أي وصو صارها مركب وحلو بها وحل وحي معالمه إن دراستي إيا وحل علي وحي غبش كل عي إن بورك لغا شفوه واللي يرادو وحاسي واصح وحاسي نوا خلط أرنكاس نبي وحشيك صلوات الله وسلامه عليه وحشيك إسلامك إنو كبلو ذي غريب كدبنا وكسو نغندون غرابذي يكدينكي سو لغدي مهيو ذاتكاس غرى بدأ نبي وبشاري بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء قرانا سي واليبانين شني هلا هيان قرانا سي محييه المركي نبي قال ويدي صلوات الله وسلامه عليه وحو شاغي قالوا وحي دتكو فسهاديين او سندي سكف فسهاديين اصلاحينيا وحو شاغي اني هن قوم ير او قليل او دد بدن او خن كو دخجيرا ايا نبي كو شاغ صلوات الله وسلامه عليه وحو شاغي مزاع من القبائل طن اسكو دراي او قبائش كلا دوان اني هن يعني اي اهل السنه والجماعه أي الطائفة المنصورة إن يهين ذات كاس وحنا بيقول رشا جاي إن دينتو آير آير لغفغا نهيو لتنقضن عرى الإسلام عروة عروة يعني وحلو فرفريا يعني حرقه ديبا الله فرفرها يا يوم مدبا مربع أي فرميسا فكلما انتقضت عروة تشبث الناس بالتي تليها من الله لا يمركي من لفور مدي كل حكتي بيدتك صلى الله عليه ريان وأولاهن نقضا الحكم وحاوه الريان ميش فساد كي مانا يو فساد كسياسي هي مامرك أي أقوه الرئيسي من الله يسكسو قلو وآخرهن الصلاة صلاة أي أقوه دنباي ليسا مركة أرنكاس وقتك هذا الوجره oo laga soo fogaaday mishkaati nubuwa inay iimaan hayaan waxyaalo tira badan oo loo baahan yahay in boorka laga jafo oo dadka la xusuusiyo waa masalo waana loo sheegay xataa waxa ka mid ah waxyaalaha soo arooray tadhabu sunnatu sunnatan sunna sunnadu waxay u tagaysaa gabal gabal qaar mar buu tagaya sida xarigu xoogiisu u daciifo ma garat ayaa sunnadiina ay u daciifaysaa ay shariicadii waa lagu diimahayaa dadka shariicada ku dhaqma yaati cala annaasi zamaanun assaabiru fiihim cala diinihi kalqaabidi cala aljamra qofka diintiisi ku dhagan oo ku adag uu yahay nin dhimbil gacanta ku haysta hadda dhimbil gacan intee lagu hayn adaygeeda iyo shidadeeda waad garan kartaan arrinkaasi waa sabab oo asbaabta mar walba oo meel la joogaba xoolaha caaradka iyo dabaadiga waa laisla sugaayo waa laisla horeeyaa horayntaas waa loo baahan yahayo waa maqaasidda iyo mas-uuliyadda saaran dadka uun wax uun ka garanahaya shariicada islaamka midda labaad waxaad ogtihiin zaman waxaan ku noolnahay zaman alcawlama
adunkii tuulo kaliyo noqday adunkii waxa weeye wixii xuduud ahaa iyo wixii juqraafi ahaa iyo wax allaale wax kasta waa la jiiray siyaadadii duwalku ilaahan jireen iyo madaxtinimadii waa laga hoos bixiyey adduunka waxa weeye ta'thiirkiisu dad baa faraha ku haya xag siyaasadeed xag aqooneed xag dhaqaale dhan walbaba waxaa jirta wax la yihahda cawlama globalization yacni waxa weeye waa laysku furfurmay waxaa dhici karta wiilka boosaaso jooga iyo wiilka new york jooga isku waxaa ku socda isku aragti iyo isku maxaanku idhaahdaa dhaqan ayaa ku socda wixii aynu arki jirnay oo xuduudaha ahaa iyo qoqobkii waa dhammaadeen waxaa socda thawrad aan loo taaghelayn oo adduunka jiiraysa ayaa meel kasta soo gashay waxay ila tahay aniga iyo ragga da'dayda ah oo soo gaaray waagii ay gabdhuhu ku heesi jireen kibriidlaha lama rabe ee karbonaalow kumee oo ninka kibriidka haystaa uu remagaal yahay waa dambana nin karbuuno wac ka siinahaya uu carada yimid waagaasi waa tagtay maalmahaasi gudbe maalmo hadda jira ma ahan adduunkii wuxuu noqday tuulo isku xiran oo ama guri keliya oo lagu wada jiro ayuu noqday thawraddaasi waxay u baahan tahay sababihii lagaga hortegi lahaa iyo sidii maxaanku idhaahdaa xasaano markii jirooyin soo socdaan dadka waa la tallaalaa tallaal baa loo baahan yahay tallaalkaasina waa shareecaddii iyadana maqaasiday ka mid tahay in muxaadaraad noocan oo kale ah la jeediyo waxaa kale oo muuqaal ah oo jira weligeed iyo allaheed intii diintani jirtay waxaa socday wax la yidhaahdo soo duulaan lagu soo duul yahay duulaankaasi waa horuu bilowday dadkii lala deganaa oo ama farrisiyiinta ahaa ama dadkii kale oo rumaaninka ahaa ama ummadihii lala deganaa markii lagaga adkaaday dagaalkii xoogga ahaa oo waddamadii la furay waxay bilaabeen in ay diinta hoos ka dumiyaan ayaga oo diintii sheeganaya waxaa soo baxay madaahib tiro badan afkaar tiro badan caqaa'idiibay gashay cibaadaadkiibay gashay dhaqankiibay gashay arrinkaasi culimmadu waa u kacday diintiina way ka maaragtay difaaceen wax allaale iyo wixii khalad ah iyo wax alle wixii laysku dayay in la bedelo waa loo baxay oo culimmadu waxay alifeen kutub tiro badan oo kutubi sunna la yidhaahdo iyo kutubi shariica sida ashariica lilaajuri iyo sida kitaabi sunna liaxmed iyo sida kitaabi sunna libni abi caasim iyo yacni kutub waxaa la alifay lagaga hortegahayo madaahibtii dakhiilka ahayd iyo wixii soo baxay oo ama ay keentay cujmadu ama ay keentay yacnii in la rabayba in waxaani dhacaanba maxaanay axmed baa waxaa loo sheegay niman yidhi annagu mutawakiliin baan nahay oo suufiyaan nahay oo meel baan iska joogaynaa oo halkaa ka bixi mayno oo waxay deliishanahayaan low tawakaltum cala allaahi xaqa tawakulih la razaqakum kamaa yarzuqu tayr taqdu khimaasan wa taruuxu bitaana markaasuu yidhi kuwaasi cujmaa looga yimid xagga cujmada ayaa looga yimid oo xadiiskan ma fahamsana shimbirtu meel iskama fadhido taqdu khimaasan ayada oo bog laaban bay baxaysaayo ordaysaayo carada soo ulunufaysaa wa taruuxu bitaanan ayada oo dhinagsanna waa soo laabanaysaa ee ma aha intaa guri isku oodid inaad tidhaahda shaqaysan maayo marka toosintaasi waa socotay culimmadu waa u kaceen kitaabka la yidhaahda iqtidaa siraat almustaqiim fii mukhaalafati maaragtay dadka khaldan asxaabi aljaxiim ibnu taymiya kitaabkiisa waxaad moodaa inuu tatabucay wax allaale iyo waxyi soo galay oo ku soo galay ama xag khayr raadis ama xag la daris iyo dhaqan soo galay dadka ummadda ayuu kala diriray aad iyo aad buu kitaabkaasi qiimo u leeyahay raggii hore shaqada waa qabteen innaga casrigeenna laftigeeda shib lama ahayn inkasta oo muhimadu intii ka dhib badan tahay maadaama ay tahay xadaarada tan xadaara maadiya oo
aad iyo aad u taathiir weyn oo adduunkii isku furfurmay. لكن علمنا غزوة غاس عصب أو حادث كأه أو هدى يميد أو فكر كأه وحي كسو بيان إن أمد كتل آلان أو رديان مركاسة ماركسية للرديي مركاسة هانتي وداق للرديي مركاسة للردية نغن كي كبتاليزم كأه مركاسة نومتي سياسي كأه أو رقل بيت كأه أو عالم إسلامي لوسو واردي لغو هرتغي أو لمركاسي ورسحة ماهن وحي نغن أها أو أما اجتماعي أها أما مارت محامكو إلى هذا أقول أها أو لصو مارت واردي لفت هذا فلتر إلا قليو أيا لسكودي وحبا نبا أمدي إنتا كو عين سنتي أو أمدي للربي إنتا تقل راعيو وحبا نبا هالكاس بدبادعه كي مادين وأنا كو أماني رقي غيبتها كقاتي سحوضو بكوها كأهاتي أرنك كينا يوي يا إذا لفت هذا هدي غزوجي أنتي وكل ما تبرمي وأنا كآلات بنية هاي وأنا كحوق بنية صادرت هذا مركا إن أي سكود ما هوية وسائل خلا استعمالي أرنك كلا أو إذا لفت هذا حساب تلا وحوية دعوة وزمن كهذا إنه كجرنه محاضرة هرنا وكشجني حلاف فطورة كدعي ولا دالي dadku waa daaleen ee arartii hore lama qabo waqtigii loogu dhibaatada badnaa inay dacwadu nashaad yeelato oo manaahijta saxdo oo Soomaaliya ay il u bixiso ayaa la joogaa waxa ayan dara ah waqtigaasi inuu noqday waqtigii indhaha la isku qabsaday oo aan kelmadda dhabta ah oo xaq ah aan laga bixin ee la sheego ee taasna waxay ila tahay waa waxa keena futurku waa dabiici oo binaadamka waa ku dhaca xadiis Cabdullah ibn Amr ibn al-Aas nabigu uu ku yiri inna li kulli aamilin shirrah yaani shaqo kasta ama wax waliba waxay leedahay fi fir'auni markii hore waxay leedahay markii hore wuxuu yimaadaan qofku waa fi fir'aun yahay xamaas baa ku jira wali kulli shirratin fatra يعني وقت وحكستو أو حماس يفرعوني كتلانا مركز دمي وادقا فمن كانت فترته إلى سنة أفلح قفكي لكن هدو دالي حتى وحماسكي كي راضي إلى حماسك واحبا نبا يريا دادو واكمد دادو واكمد وعمره واكمد وحيالا با نبا وحي آد يرانت هذه غبان جرتين ما أنت ما غبان كرتين ومن ذا يعز لا يتغيروا سو كثير ما هي نهجة تري ومن ذا يعز لا يتغير لا اسبدل هي مجرو مركا هدي نكاسي لكن اسبدل كيس وعلى سنة هي هاي ومقاصد الشريعة وإلى لنا يو نكاسي أفلح والليباني ومن كانت إلى بدعة نك حق بدعة آديس خاب وخسر صادرت مركا فترة عص أو بعد مر والبضد كإلا شافوه وشيل بشيل بودي با علنكا ووي رهدا يغسي قبو أنونا مستشار باناي وسنة الحياة ساسا نلوشو تهي والاسبدالية لما شئي نلوبا قرنوا إيمانيا قرنوا تقاهيا مقرت لو سبقنا إلى الدنيا فلو عاش أهلها منعنا من جيئة وذهوب متربي باين أدوك ونوكو قوري هدي أدون كل سكنا ولا لها أنه من بعدين تملكها الآتي تملك سالب وفارقها الماضي فراق صليبي كي منا يعني سوى سلوح واحد قبصتي وإبانا يا كي تجينا سوى وحلا ما رت قبصتي أي تجية مرك أدون كل بدلا يا صادرت مرك جيل كده حاولنا يرضى يوحي لها المالا أيا وركاس ورك أن شيدنها يو أيجا مو شيدنا يا إليك أعني واسمعي يا جارة أيجان أقول شيء ذا يعني براروتين. أرنك وما بدلوا تبديلا أو آية القرآن كأه وحوي معنى هذا وإلا هلا وحي النبي محمد الدين أها واجسي صلوات الله وسلامه عليه يدغن كيسي يهدي كيسي يسمت كيسي وإنا شقيسة في كل وقت وحين قفك الوضع يرها ومقتدم به أه وإساق النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه صادرت هذا مركا وح الله لا يوحي صوغله
أما النية السنية هكوية مادين أما هكوية مادين وحكالة وحاس وحوية إلا يراد أكادوه بنا آدم كنا سيدي سبا وحوية حال دريق وصع كرو ودغن كيس أما إنو ديريو إيا إما إنو قابيو لما ناس إنو دحدحات سعودو أو آير كيس سعودو وكو أدكتهاي إلا من رحم ربك يقف إلهي أنا حريستي ماهاني. ولذلك بأن النبي وحي صلوات الله وسلامه عليه استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. استقيموا ترسنا هذا ولن تحصوا أي ولن تطيقوا ما أوذي كرتان يعني بن آدمك بربرينتا ودغن ودغنو وحوية وضعيف لكن استقامة أسوأ الاسكرهبا ايه كتوصنا هذا ايه سددوا ما قرأت إن أدلتي مادان تسديد ولن تحصوا أي لن تطيقوا وسيد علم أن لن تحصوه سيد آية القرآن إلهي وحوه قادي إذن أوذي كريم وكلوه سادرتيت با استقامة القرآن وحكوصوا أروري وحبادا آية فاتحة سورة فاتحة وأن مالي والبكتو كنو وإنت أسوء تشير أن إلهي ويدي سنينو اهدنا الصراط المستقيم إلهي محلنا إلهي تلك توسا نوهنوني يعني نكلا حنن ثبات نبصي أنا كاس مركا وأنا اللي ربو قفكم مرة والبين وسحسابيه وقاده نبي محمد بالي صلوات الله وسلامه عليه فاستقم كما أمرت سيدي لو أمري وإلهي كو أمري أترسنو ومن تاب معك سيدي يددك صحابتي سيهاوية هذا مركا قفك لأجيت شوغا هذا النوع حساس ليري ولا تضغوا هحد قد بيننا دغيان هصو بيننا مركا واحد الذي يدي هاي إلا حق الله أرضه أم حق الله أرضه لما ربا وممنوع وسطك أيال الربا أرين كاسي مركا وحال لقشق ابن عباس النبي كمسو دقين آيات وقعدك آياتا إلى ما رتي كفسرين النبي ومركو لي شيبتني هود وأخواتها حديث صحيح هوية قال إيه هذين سببت هوية أمرك كان فاستقم كما أمرت أيا كنتي رداس إنك استو أمضيه هرئي وحي لغا شيكي أي كبروحان مركا وحال لي أرنكاس كل جنو استقامة ذا أنبياء يهرون أساسا كل الأمر استقامة ذا وإن نجدك خلي حنا وموسى هارون قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون يعني وحوي ولا أجيب دعوتي نيو ددتك إنك سهر كذي وحباك رعي فاستقيما على أمر الله ابن كثير وحي كما أجيبت دعوتكما فاستقيما على أمري سان دعوتي نو أجيبي أمر كيغا وقات وقود قنادا مركا أنبياء دينا ساس الله أمر هيا إن يكود قنادان استقامة دي وجد كاس في عن إن يمران إن غوانا لأمري وإلهي وحي يقول إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي نبي حوى ساكود بالي إنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه جد كاس الوتو سنادو سبيل التوحيد الوتو سنادو أيال لس أمري وأن وضعها هينه وقت جفتن تتمادو أما شدد تتمادنا أمرك أنت وكسي حوك بنية سو تحوية افتين كي بايران إياه شدد كي بس كل حدر ميا مركي شدد كل سكون حدر مدان قف كل لزوم الاستقامة مشقة بدن أيو كلا كل ما هي مشقة بدن أيو كلا كل ما هي صادرت يد مركا وانا لا امري اي اخلصوا له العباده عباده اخالص يدا الله ومن كثير بارنيا على منوال ما امركم به على السنه الرسل يعني سيدي ودين كسو ديبي انبيدي وقات امرك الهي من قرات الهي وحو شيغي
وحيالها النبي وشي كينا يي إنه كتثبيتنا هي ثباتك استقامة صراط المستقيم ك وأسكو معاني مترادفة سدادك وحاصرًا وأسكو معنو وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وحاصل لك شيكين هي أنبياء يوحي دعي يسننك إلهي أنبياء يعداد وطلق لي أرنكاسي أذيقا قلبك كتشنين وضد عب وكمارتي كتاقنانيا ساسوي أرنك مركا استقامة داس آدي آد باللوغ بهي قرآن كنا وكسو عرورتي إن بضان نبي محمد نبال الله أمري أنبياء الله بال الله أمري إنجي أيانا الله أمري سادرت مركة استقامة داس وكد عيسنا مالي والبابا إهدنا الصراط المستقيم حديث كسو عرورت استقامة دا وحاوين حديث كسفيان بن عبد الله الثقفي نبي كويدي يقول لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك إيش أرنا أنا عدك لو يدينين أديك موجيه نبي وجوابي صلوات الله وسلامه عليه قل آمنت بالله ثم استقم وحتى هذا ألا رميي كدمنا استقامها لغاهله نبي وحيري هذا أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام حديثك كان وحو كم ديهاي مياش إسلام كوحو كوري وحوي أركان تسو كم ديهاي أركان إسلامك أيو كم ديهاي وينو مقاصد الشريعة موجسي قاضي عيان نوحو يري هذا من جوامع كلمه كان هذا الذي إلهي أسهلي نبي محمد أروريي جوامع الكلم وقف عليك كرتها يا هاي فصحاؤنا لهين ما أنتم نوسكها الله يا وضل ظلمة يا نمبا هل كلمة كصورنا يا وحي إسهل مركة والسي أو إلهي بأهبيي جوامع الكلم صادرت المركة قل آمنت بالله ثم استقم ودينتي يردن ودينتي بأكملها هوية تفاصيل ووبهنا نيسا ووبهنا نيسا تفصيل إيو شرح لكن إسلام هل كاس كودية هل كاس هذه اللي هذا كلمة هل يرادو وكلمة داسو وحو نبي رواية قارك تقصو عروري استقيموا تفلحوا استقامها الذين كهلوا فلاح بدقاري ساني والليباني ساني استقيموا ونعما إن استقمتم ومعاني ذهرائي لمتها وحا نبي كسو عروري وحي مقاسد نوع عاصو كلا وآين وضد لقبته القصد القصد تبلغو يعني قصدك وحويه ودحدحاد لماذا واستقامة والله ماذا الطرف والذي ديه هاي إنه قلبه أي بي 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 كهل ليس ولذلك سلف وحي أورنشرين ما أمر الله بأمر إلى هاي أمر ما أمره إلا وللشيطان فيه نزعتان شيطان كحوليه إلا من نزعه أي كليه هاي إما إلى تفريط قابس وإلا إلى مجاوزة حد قذب وهي الإفراط ولا يبالي بأيهما ظفر كيو هنا ما كلاش على قفوا حليا وسلاديها تكنن عاجس بكل غيا خير كيو دقدقي ما هيو وقابنا يا قف نوح عوقي هاي إنو دداليو مركز سوري سير ديرة سير ديرة إلا وضعك سارو إلا وحيشيو أي وضعك سارو وعدو منكم عدو قونا سيدي سبا قفك مركز خصمي يساء الله دير غيوه وسائشا اللي يقان انت الله قول كل استعمالية كتاب كان لغا قري فلسوفك جينيس كاه قري وكشي كينا هي الدقال لذا وحو يدي قضب بضوه إلا بقول يحوغاه قضبا كم دوليه عدو اغا وحا كدكتا يسوي دو اسكبيو يهزم نفسه بنفسه انه يسوي اسكبيو كددال مركا وكمد يعني إن شيطانك كتران ترويه إن أنا حد قدبتين إما إن أتقابسين لبضاس هذا دقال باللوبة هي هاي استقامة اللوبة هي وكلمة دا جامعة ودين تيورن كل مريسة ووحبك تقين استقامة دو مقرتي وحن ويقفك كرام الله سيئوه استقامة أوفي عن
أعظم الكرامة أعظم كرامة هي الاستقامة. شيخ الإسلام ابن تيمية أي أرنكاس سو نقليي استقامة أسمرك سيكو إيماني ساعة ولا تشعليها ووحفي عن إن الورد رغم شريعة الإسلام كإن الله ليح ليحا وأرن وناكسا لكن سيكو إيماني ساعة وحيكو إيماني ساعة اتباع وحكومة نسأل إلا راعوا وضدي نبي محمد صلى الله وسلم عليه أول سكيل عليه هوى بن آدم كشرته بن آدم كهوى كبوح ذا ما في شيطان أي شغ كله لا دجال بيوبه أنت مرك اتباع بالوباه اتباع عسنا علم بيبو كوي من دونا وواتشعل هاي إنا نبي الراعوا صلى الله وسلم عليه لكن سه إيه وكيف ما قرأت أيام ماشي إما نيسا صلاتي زكدي حجكي حوينكي معاشرة دودي عروت تربية دودي دغنكي أسركا دريسكي ددك محامكو إلى هذا قرابة بلتدي ميلكو هذا نوليد أمدي إسلام كاهيد أمدي كلاو قالا هيد على غلا كده حي نيسا وحاصل الشريعة لقوة تعالى نبي محمد هدي جسيبنا خير الهدي ما قرأت وخبضوا كبلا من شري مركو خطبينها يو فإن أحسن الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة مركا خير الهدي قاسوي لغن كاس مركا وحربا تفاصيل شيسي إلا راسده أو تلبها لديغو أو لبرته أي اللوبة هاي هاي سي لغبحه إلا كفه إلا غبحه سواء تحوية هوذو ما كو جارسين يسمي شيء أدربتين وخالف النفس والشيطان وعصيهما وإنهما محضاك النصح فاتهمي وحنو ما نسمان غوا تقانا يبرده كو أخرين جرتي أي كو أخرين جرتي وخالف النفس والشيطان وعصيهما نفط أي شيطانك إن العاصيوي ولا قهرته اتباع عاص هذا بوحي كو صعر القرآن يسمى ورنبا واتباع اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى يعني إنه اللومه أما شقاء وكل عضو ما دعيسه الدين قال الراعه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله هذا إلهي تعيشهين معيارك إلهي إلهي تعيشه وحاو دليله إن نبي محمد راعي صلوات الله وسلامه عليه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم آيرها يا آيرك بذن وكسو أروري إن لراع منهج كاس وحق يمنة ويسرة عن لون لحن أي لو بحي سيب وقتك هذا اللي تشوقه وفتنتو بذنتهاي ودعادو بذنتهاي ووحيا لها ضدك سنبري ريحية أي بليهين وحلوبة هي هي إنو قفكو هدون أولي كرو إنو ننفسا إلا بسنة إنو سايره أي الله ربا نيو حيو حكسونا عليه صلوات الله وسلامه على إنو يري إني تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدها كتاب الله وسنتي لبدا هدي الله له لهباب ما هيو للوب ما هيو على الصراط المستقيم أي الون ولانيا فمن رغب عن سنتي فليس مني قفك نعه أما كل لحظة هدي نبي محمد كم من معها صلوات الله وسلامه عليه يعني طريق ديسي يدغن كيسي يهدي كيسي قفك سوى كبيري عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور نبي خطبتي ديريد وعرباد بن سارية وددكم إلميين وددكم بويين وأي لهذين كأنها خطبة مودع فأوصنا أي أشيغي إن سنة الوغد وسنة ديسي سنة دي خلافة إن الوغد سببت وحوي وحد بغن بأيمانها هي وحد بكا بغن وحال لغه ارتكرا وسنة سنة وطريقة دي طريقة دي نبي حمد كريوية ماهن سنتي مقابل الفرض كسور جدي ماهن بني آدم كوحلاقي ماذا ولا بدنا شبهة شهوة
ayaa looga yimaadaa shubha in maskaxda wax soo galaan alaaba firaqda aad aragteen oo shareecadu ka sheekayso oo ummaddu ka sheekayso oo la qoray oo kutubta loo alifay, nimankaas firaqda ahi waxay ku dhumeen intooda badan waa shubah, shubah bay ku dhumeen. Kutub badan baa laga alifay, maqaalaat alislaamiyiin waikhtilaaf almusalliin, abi xasan alashcari ayaa kitaabka alifay, alfisal fi lmilali waalnixali waalahwaa ibn xazm ayaa ka alifay, almilal waalnixal lishahristaani ayaa isna ka alifay, alfarqu bayna alfiraq lilbaqdaadi iyo kutubta sheekh islaam iyo wixii la halmaala intaa waxay ka sheekaynayaan firaqdaas dhuntay. Firaqdaasi waxay u banaayeen waxaa lagaga yimid xagga shubaha ayaa looga yimid, shahwadana dadka waa looga yimaadaa, ama xoolo jacayl ama mansib jacayl iyo wixii la halmaala waa looga imaanayaa. Haween ku jecel yahay, shahwaad baa ku jira, xooluu jecel yahay, ma garatay? Ummad kasta fitna ay leedahay, wa fitnatu ummati lmaal, nabigay ka sugnaatay salawaatullaahi wasalaamu caleyh, ummaddan fitnadeedu waa maalka, ma garatay? Haweenku waxay ka mid yihiin waxyaalaha lagu fitnoobo ayay ka mid yihiin, ma garatay? Caruurta laftigoodu kama barna innamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna, waa wax fitna a weeye, alwaladu mabkhalatun majbana, yacnii inuu qofku uu infaaqii iyo khayrkii bixiyo cunugiisii buu fiirinayaa, fulinimada iyo inuu khayrkii u diriro oo u magiciseena wuxuu isagii buu fiirinayaa, oo waxyaalaha murtabitaadka ah oo ka hortaga maxaan ku dhahay khayraadka ayay ka mid yihiin. Waxaasoo dhan ayaa yaal marka shubahda iyo shahawaadkana waxaa daran, shubahdaa daran, sababta waxa weye qofku tadayunan diin ahaanbu waxaan u aaminay wa aaminsan yahay inuu diintii difaacayo u qabaa, qofkii ka agmara wuxuu u qabaa qof diintii ku xadgudbay qaartiisaa taqaan, waa uu ku maaratay faradirinayaa, waa ku hilbadirinayaa, shubha weeye. Shahawaadku qofka caasiga ah waa garan karaa inuu khaldan yahay ama wuu iska warqabaa, haddaan haddii intii qalbigu sumadoobaado oo balaaya ku dhacdo maahane, aalaaba inuu khalad suubiyey waa dhici kartaa inuu iskarto. Labadaas meeloodba dadka looga yimaadaa, labadaasoo dhanna waa hawo. Saa darteed baa shareecadu waxay la dirirtay in hawada ilaah laga dhigto oo iyada laga dambeeyo oo iyada la raaco ayaa shareecadu la dirirtay. Waxaa ummadda loo kala bixiyey ahlu sunnati waaljamaaca iyo ahli lahwaai waalbidac, ma kala haraan bidacda iyo hawadu ma kala haraan. Qofku waxaasuu jecel yahay, wuxuu jecel yahay ayuu aadayaa, ma garatay? Saa darteed qur-aanka waa loo kaga diray, waa aad baa looga digay, walaa tattabic ilhawaa fayudillaka can sabiili illah thuma jacalnaaka calaa shariicatin min alamri fattabichaa walaa tattabic ahwaa aladiina laa yaclamuun walow ittabaca alxaqu ahwaa'ahum lafasadat alsamaawaatu waalardu waman fiihin قل لا أتبع أهواءكم قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. وحصل أن هودي أيا لا لدر ريا إلا الراع أو دي لغدك أفرأيت من اتخذ إلهه هواه. قفك إله كدكتا معبود كدكتا يعني من لا أطيع كدكتا من لا راع كدكتا. وحصل أن أيا لديدي أفمن كان على بينة من ربه kaman zuyina lahu suu'u camalihi wattabacuu ahwaa'ahum. Dadkaasi ma siman yihiin? Qof dariiqa mustaqiima haysta iyo qof loo qurxiyey suu'u camalih uu hawadiisa raacay, labada qof ma sinaan karaan? Waa mada. Afaman zuyina lahu suu'u camalihi fara'aahu xasanan fa ina allaha yudilu man yashaa'u wayahdi man yashaa'. Hawadaas shadcadu way ka digtay in hawadaa la raaco. Qofku qof baa jecel xadgudubka, qof baa jecel si wax u jecel. Haddii marka hadda inteenaana la weydiiyo maxaa jeceshihiin, waa kala duwanaanaynaa, waana dagaalamaynaa, hawadii waan ku dagaalamaynaa. Ninba hawadiisii hawada kale waa khilaafsan tahay. Nin baa oranaya ilka hala damiyo, nin baa oranaya ilka hala daaro, nin baa si oranahaya
نما مروا حد هلا شيدو يلا شيدين يعني بناء ذلك أذواق ذي سيو وجدوين كيسوا كل دولانيا واحد جمعين كره وشريعه واحد دين نقول كره أو كره دبين كره ودين صادر تيد مركا وحقف كش على ذي يوحى أم وغضي يجتهد كيسة قف وجمدي كره دين وجمدي كره وجمدي كره حال ربع أنا كنتين وحجة من كتاب وسنة تسأل جاربا علماء أبي ودي جين دتكاس أهل بدعة أما أهل الأهواء إلى أي رهدين إلى هاي قفكاس ما وافقشيو إنه طابت كيانه قفك أصحاب البدعة لما وافقشيو محن عي وهو غوا إنه على طريق المستقيم إنه حكم قيه بموجة موجة إن الله احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته وحديث صحيحة قف الله لا يقفك بدع لي ماذا وحي أبضنت هاي إنه كتقه إنه كسر النقن أي أبضنت حان أي وحي وأقول أبضن وحي وفي عن صحابة وحي كسرنا علي رضوان الله عليهم يسلفك رقبا إني اتباع عاس يهو كفوغان شهاس أي كهد لين نور كلمة دود أي أنكسر قادنا يا أود المرأة وأنا منك سفسرين لكن معنى هذا هو مؤدى واحد نصوص تواسر دين يا كليئه إذن كنا عربيه واتقانين واسكول رويهين ووحا كم إذا حديثك إني مسعود أما كالمدي سيؤيري ولئن أخذتم يمينا وشمالا هذا بريح يميرك آدان وباذيوبسان باذي عبد باذيوبسان مرة وحكوير إنكم قد أصبحتم اليوم على الفطرة وإنكم ستحدثون ويحدث لكم فإذا رأيتم محدثة فعليكم بالهدي الأول إذا كنا أحبال الله إيمان إسان وإحنا والذين كينيا هذا أرتان وحصوب هديه هراء إسك الله الله ديا لغنك هراء ابن عباس اتبعوا عليك بتقوى الله والاستقامة نبا إيدر دارا يريه عليك بتقوى الله والاستقامة اتبع ولا تبتدع ابن مسعود اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم والذين كافيي واحد ما املا وبهندين مقرتي وحنا وحوي نبي محمد با وحك سيدين شيغي مقرته وبهندين حديثك حديثه اسي واسكون دوغهي اي وراركاسي انت ان ان كا كافتونو وا سورتغل دور كلمان كو ختميا مد وحات يري امام مالك امام دار الهجره من ابتدع في الاسلام بدعه يراها حسنه فقد زعم ان محمدا خان الرساله لان الله يقول اليوم اكملت لكم دينكم الايه فما لم يكن يومئذ دينا فلا يكون اليوم دينا يعني وحويه قفكي يراهده بدعه ولا سنباجرته ننكاسي وحو شاكتي إن نبي محمد وخائني رسالة ذي ودك قارسين إلهينا وحو ليهي اليوم أكملت لكم دينكم مركا كمالك حدات رادي وحكا لأيام كسو داري وحي كامل ما أهينوي وحي كامل ما أهينوي ما أنت أسمحين دينهين ما أنت من غنيا ما أنت من غنيا ولذلك وحاياب لها هذا الأويري محامك إلى هذا سعيد من المصيب وإمام التابعين ونن أكته نعانا ننبو وحكويري صلاة عصر تكنيسي ووقتك كان بعد صلاة العصر تكنيسي وكالي مركزه يري يا أبا محمد أن يعذبنا الله على الصلاة إلهي ما صلاة يقو عذابه أنا صلاة تكوده ما اللي يقو عذابه مركزه يري كو عذاب ما هي لكن يعذبك بخلاف السنة سنة أد خلافتي بلو عذابي سنة أد خلافتي صلاة بعد خلافتي أما صلاة بعد تكتي عذابك ما هنا هذا واحد خلافت ساسو كلا إمام مالك وحكو يرنين فليحذر الذين توجي روحا كحرمانا يا مدينة بيروحا كحرمتا ماشا اللي يراه ذو الحليفة مركاسو يري هل كانوا إيه سهل انتهي كاسو أيضا وأخرية فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم كاسو يري فتنة محيطة هو دور ماي
baa inoo dhaxaysa annagii halka kan maxaa dhimay oo shida ah. markaasuu yidhi dhibka ka weyn maxay tahay inaad istiraahdid hadii hadiina waxa ka fiican baa la timid, khayr khayrkii ka fiican baa la timid, dalaalka ka badan iyo fitnada ka weyn oo jirta maxay tahay. saa darteed marka waxaa loo baahan yahay in maxaan ku idhaahdaa itibaac lagu dadaalo, itibaacaasina ku xasili mahayo ilaa bilcilm. oo haddii aad tidhaahdid dad baan ku dayanayaa keliya ah, haddii qof haddaa ku dayatid qof wacgee kula aadin. ibnu mascuud laa yuqallidanna axadakum diinahu rajulan, waryaan midkiin, laa yuqallidanna axadukum diinahu rajulan fain aamana aaman wain kafara kafar. haddii aad qof ku dayatid qofkaasi hadduu habaabo waa la habaabaysa. dad badan baa waagi hore waxay taageen shacaar fiican oo sida mukhtaar ibnu cubaydillaahi thaqafi oo kale ahaa, oo waxaan u gargaaraynaa aalubeydka iyo dadkii aalubeydka laayay baanu ka argoosanaynaa. markii dambena wuxuu la yimid oo dawaam ahayd waa la ogaa, fain aamana aaman wain kafara kafar, miya maahan diintaada. wain kuntum laa budda muqtadiin, haddaad dad ku dayanaysaanna faqtaduu bilmayit, qof dhintay oo khayr ku dhintay ku dayda. faina alxaya laa tu'manu calayhi alfitna, qofka nool aamin loogama ahan inuu fitnoobo, ma garatay. saa darteed marka lama rabo in taqliid keli ah, taqliid acma ah in layskaga socdo lama rabo. waxaa la rabaa in lagu daydo oo la barto sunnadii iyo hadyigii nebi maxamed salawaatullaahi wasalaamu calayh. saxaabadu waxyaalo sunno ah oo manduuxa ku jirto ayay waxay diideen, waxay nebi maxamed ku ogaa inay bedelaan, xataa markay weynaadeen oo da'ay noqdeen ayay wixii lagu ogaa inay ka leexdaan. saasaa nebi maxamed ku faaruqay oo iga tegay sidii iska bedeli mayo. waxaa ka mid ah cabdullaahi ibni camr ibn alcaas, nin cibaado badan buu ahaa oo aad iyo aad u cibaadaysta. marka nebiga u yimid wixii saa u soon oo saa yeel, markaasuu ini udiiqu akhara min dalik, ini udiiqu akhara min dalik, ilaa markii dambe la yidhi sum yowman wa aftir yowma, maalinna soon maalinna afur, soomkaasi waa soom nabiyullaahi daawuud. markaasuu inii udiiqu afdala min dalik, markaasuu wax ka fadli badan oo ka khayr badani ma jiraan. markii dambe uu duqoobay ayuu wuxuu yidhi لأن أكون قبلت الثلاث الأيام التي قال صلى الله عليه وسلم أحب إلي من أهلي ومالي. هذا ما أنت صدح برسول أوران لها بشيبة أنا أقولان لها وكسا وكتش على لها، يعني إنه نبي خلافي أي أسوى هستا واد قوبي إلهي من دوحة أي ساعة أيو هستا، لكن حالة دي نبي حكيتها إنه كتغوه أيو دي ديها نبي قلنا أوسي شيئا إنك لا تدري لعلك يطول بك عمر. وحد عكرته إن أد عمري قارتد أو أد ويناتد صوت محايا لي أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. عماش وحلو وش عليا هي وحي لدائمه وأنا قال لي حن، لكن إن أد نقول تقف مزاجي هو معلم بس هي لا لقفي عن وأنا راتب لي هذا هاي قرآن أخرس كاغا عبادات كاغا وحاجة وأنا راتب راس أو كفر أوتا ساس أيا الله ربا مركا وحي أنا كاسي وحي أوتا وحي وهاي in ay xaaladdii looga tegay ay ku dhaganaadaan. mithaal kale, saciid ibn abi waqaas markii fitantu dhacday oo shidooyinku dhaceen oo la isdiriray oo dagaaladu dhaceen ayaa loo yimid oo waxaa la yidhi waxaa tahay dadkii ahlu shuurada ahaa iyo cumar qabtay oo lixda ahaabaad ah baad ka mid tahay, adaa arrinkan uga xaqliya dadka hadda ku diriraya, arrinkan maad aadid oo dagaalkan ka qayb gashid. hadal dheer ayuu ku hadlay ay ka mid tahay faqad jaahadtu wa ana acrifu aljihaad, waan dagaalamay markii jihaadka anigu aan garanahayay. markaasuu mathal usoo qaatay, wuxuu yidhi mathalunaa wa mathalukum, annaga iyo idinka mathalkeennu waxa weeye ka mathali qawmin kaanuu calaa maxajatin baydaa فبينهم كذلك يسيرون هاجت ريح عجاجة فضلوا الطريق. وحنا هين أنا جاي أنا كم حنود حيا وقولوا الطريق هي سي أو طريق أس أي هيين أو وضع عضأ أو وهدئة بهيين
dabeel baa kacday ayagu oo jidkii haya jidkii bay ka lumeen. markaasa qaar waxay yidhaahdeen الطريق ذات اليمين حق ميدكتا بو نغا خيغا فاخذوا فيها فتاه وضلوا وضلاسي آذين وهبابين. وقال آخرون الطريق ذات الشمال وأنك بذح ذا فأخذوا فيها فتاه وضلوا أيون وهبابين. وقال آخرون كي كلا وحي راهدين كنا في الطريق حيث هاجت الريح وددن هيسن مركي أي طبيشو كعضي هل كان أن أورتو كو أفو منه هل كان أن دقنو وابريسنو مركي أي دبيشو تكتو وضيع نوع دانس. فأناخوا فأصبحوا فذهب الريح وتبين الطريق وضيع عداتي. فهؤلاء هم الجماعة كاس وحويه وجماعة واتاه نلزم ما فارقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نلقاه ولا ندخل في شيء من الفتن ولا ندخل في شيء من الفتن. يعني وضدي ونوغت النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه أيان نهينا كل حن مينه تدكو وحي دحقلين دحقلي مينه هل كاس أيان شوغينا مركا وضد أس لوغت إني هيان أيش علاين وحق حق منا إن الآدين إلهي بي وحي ويدي سنين إني كسر هذا أساس نبي جاي طريق كدي جاي وضد كدي جاي عن عي ما كل ويدي ومسلمة ولا يدعى هذا وجب هذا النبي حيكون دعاء سنجل محوها كاسة الوحي هذه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك سو مؤيد بالوحي أيو دعاء داس ونفاروق تشرين إنه عجيت شغنا هذا إنك أيو إنه تشرين يجي إنك أيو إنه بري يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك قفك ويس فتشاء وغرور كل عين وإستير هذا محاكا خلدا محاكا خلدا نفت إنه تون تدوي ما هي إنه ترى هديد وضفي عن بان هيا وأنا ضدك أوفي عن وغرور كل عو ما هن وين بقضاه صحابتي ووينام كبقى هي النفاق كبقى هي عمر باوح لها يا ليتني خرجت منها كفافا لا لي ولا علي يعني إنا أنا وحب الله إياه يسن أريد كان أنكبحه بانت على الله مركا أذوك محاته أذوك وغرور مركا اسمه جديد إنا وحتهي وآد سو كبارة وكوضعه كتسو كوضعه وشده صادرت حديث شداد بن أوس ورنا أو يري ولقي كمها اللنبي ما تكلمت بكلمة منذ أسلمت إلا وأنا أخطمها وأزمها غير كلمتي هذه. هذا الحراء كفتنا أيو غلام كيس كويري مركاسو كدب سكرت انتي عن إسلامي بو يري هذا كان أرنه وكفير سنجري وقام بلو يري جري وقام يعني خطمكو وهجان زمامكو وهجان أما هذا هجان هو كل دويه إنه هجان كي يدعي ونبضه هجان ويه لكن لما حالات بال يعني لما يعني متك هينك أي كان كريو سكسي ما سكسي لما مارته هجاميو صادر تيد مركا أرن كي هو كم مارته وكيف كريجري كلمة دام معهني فلا تحفظوها علي أرن كه هيجورينينا أرنك هذا عن الدين إليه واحفظوا مني ما أقول لكم وحدا الدين شيئا هي إغورية. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي محمد أيان مغلق سوى له إذا كنز الناس الذهب والفضة تدكم مركي أي كيديان ذهب كي يفضل فكنزوا هؤلاء الكلمات كلمة ذهكر إذنك كيدية. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد وأسألك شكر نعمتك وأسألك حسن عبادتك. ضدكم مركي ذهب يفضي أي كيديان إذنك هذا كان كيديا وأه اللهم إني أسألك الثبات في الأمر طريق ذي أنا كسونا هذا وضدي حق أحد أنا كسونا هذا أنا كرتقي تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها
لا يزيغ عنها إلا هالك وضداس إن وصقنا ذه إلهي يبقى عدس كترته إلهي إلا ويديستويه أو لقم هاد عليه إلهي وحكسيه أو محانكو إلى هذا للي ما ذه عبادة وناكسا مركا أنه لنا هاي اتباع أما استقامة أنه لنا هاي دي واحد قليسة مجالات كي دين تقولن عقائد كي بيقليسة وواحد لقرها موقفكو على السنة إنو هذا وحي صحابته كهرليان يتابعين تأي قرون المفضلة قفكو إنو كوئك يستوه عباداتك يا عقائدك يا سمتك يا دغنك وإنو هلك كوئك يستوه شؤونتي لميض أوردن دينتي أدوه ذكري مكة لشيغوه وعاد عكرة تضبنا إليهين هذا أساسا لو ذكري كان أساسا لليهي ورميا ذكري ووحو نغنيا كي واقع ذكري أها أيو نغنيا سيدو هابو نغنيا بدعا أما أصالة بدعاها النغطة أما بدعا إضافية هالنغطة من لما أقرأ مننا لما أقرأ حدي وحاس لأقرأ لها وضفك لأرون لها كانتان روغن دينك لأيان وإمان لهم وأنتين يحيي قصو ديشي آهين صلوات الله وسلامه عليه لكن ما أنت وحين أغنى هاي وكفي سنين كتبت سنة إيا قرآن كوحن كفي سنين هدي نبي محمد صلوات الله وسلامه عليه سواء آباء والرحيمة وعرورتي سأووها ويهاي كبدا حنبارية ومردقية وحسن يحسين أي كرك فوليان وهذا رجع ضياشة هيدي كرتوا إنه وو عروته ضم كان صنادو وحوي ساوي صنادو وسا عروته يرير كا إلا شعلا الله نحرسته وصنادا دت كوا وين إلا تهجليه وصنادي نبي محمد صلى الله وسلامه عليه إن عبادات كا نوافش للي ما له وهذه قيس للي ما له وصنادا إن دت كدعوة خير لوش وصنادي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وصمدي مركي حاجة الوداع وحجنا يي أياني ويدي أفضل الجهاد مركاسو آموصي مركاسو جمرات كي رمي مركاسو مرلباد ويدي أفضل الجهاد فسكت مرصد حاد بو ويدي مركاسو يير أفضل الجهاد أفضل الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر قفك إن حلوشي كرول وران كروحا وخلديهين دينتا كمتاحي ماهن إلا ندر رماهن ومحاكو إلا هذا وحلق ربا ماهن لكن وإن حق الوشي قال إلا وحاسنا وخلديهين وحاسسح ماهن إساقا دموتاح ضدك بلشادة أبي دموتاحي إلا الوشي قال بلشادة وحي كخلدن وانسحا هين وإن الوشي قال وإلا يرا هذا وحا وخلديهين وادعي كرتا انتينان وحا وبوعدي كرا ذلك ما سهلنا لكن لا يمنعنكم هيبة الناس ألا لا يمنعن أحدكم هيبة الناس أن يقول بحق إذا رآه أو سمعه قفك ذلك هيبة دودو إني كودي دماهن إن أدوحي حق ترهدي وحاسا حقه وحاسنا وباطل أرهن كاسنا وأرهن لوبا هيهي وحكم إذا سحوظا إنو نصيحيه أولي إذا هدو إن أد حق تعيشي إنكلي كقاري ميسان رضاها إلهي اتبع بكو قاريسان مركي من مسؤول ليري من كاسي وحاس لله بينا قطعي وانت بدانا ابو يري وكو خير ربا وان خير كي هليلهين وان هيلهين وإلا يري هذا وحا إذا كخل دان صحا ويكون كتاهي وسائل التغيير أي كمي تاهي وإلا صحا وهذا البال ليري يوابا سي أفكرني يوابا سي نري وحاسان وقف لانا هيا وحنو نقولنا وقف لانا هنا صح ماهن ما قرتي نحن نحيي لكم الدار تدار وكتب عن أركو دار تدار كفي عن تي وروا ككفارة قتايو وحن لأي ماذا تي خير كالحيد أي لأي ماذا هدي اجتار كاخل دم في وقت من الأوقات وعلى قصر مغضاء ما هنا ترى هديد ولي يا الله هاي أركاسان هذا الكاري اللي ماذا نغن كرا خلط وي ما قرأت وصائش تغيير كا وحبا ما رغي خلطا أنه يا بلشادة تيد ما نور دحية أنه يا بلشادة تيد ما نور دحية بشرى إلى الله لوي ولا دح جلوي بتكو أهل قبلوي وح كخل دن وإن الله صحه وإذا حسنا كخل دن لكن إنا كدي إنه أمتك له أمير كلا كتيمه إنه دب كدا تام
لهابو ما أهن وفق إلا نمد قليه وي وخير كلا لك على هذا نو هذا كل لك على أنت خيرك حتى ذلك قال بقى ما وادو غيرينو محام كنا على ويل يهودي يوتقي و كثير مركز يري واحد ترى لا إله إلا الله محمد رسول الله مركز أبيه فيري أضعب القاسم مركز أشهاتي نكويك واد انتي الحمد لله الذي أنجاه من النار الحمد لله الذي أنجاه من النار وكفر حسين محمد صلى الله وسلم عليه إن كان ملك إلهي نار تكنبت قليي قف بن آمن هو الله صحي كرو خير لو شيء كرو محاد أولاك عاشا إنه ميلدر انكدعوه ما قراته صح مطح أرن كاسي أرن صحة مياي وسائش التغيير كأ وحبضا جهادك كوكا مثلا جهادك كوبي كتاي لسكو مدي دنا فضل الجهاد لسكو مدي دنا مكان هذا والنبي كتشو صلوات الله وسلم عليه لكن فخ قيسا فخ بوباهيه دين بوباهيه ورعلم بوباهيه لله بوباهيه قفك سوء إلهي درتي حتى أدري الرأي من نقوله مجاهد نقول ما هيو ما قرأت الرجل يقاتل ليذكر الرجل يقاتل على حمية الرجل يقاتل في سبيل الله من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله من غزا ولم ينوي إلا عقالا فله ما نوى قفل الله قفك دمعائنه محاكم هذا وحن يشتئ يولي مثل بعد ما هن كلي أعماش نيك لي ما هن أعماش حيو بانتها صواب ما قرأتها صواب يو بانتها سنة كإلهي وإن اعتقالنا جهاتك وكل سيء مبناه على المصالح والمفاسد أي كل سيء وكل سيء هاي إن ذاتك أهل الرأي هاي كتشدان أي كل سيء هاي ما عن أحد الناس إن أيوه يراهدان أنا يكلية أيك اجتهادين حق ماله ما قرأتي في غيبينا كل يرمي على الكران صادرت هاي وحلول بهاي هاي مسألة داس إن آدي آل وغفر صده ومسألة نحمرتي حذيفة أبي موسى الأشعري ويره أرأيت لو أن رجلا خرج بسيفه يبتغي وجه الله فضرب فقتل كان يدخل الجنة نك إله درت صبح إله درت بنور انتي فقال له أبو موسى نعم فقال حذيفة لا حذيفة من اليمن لا ولكن إذا خرج بسيفه يبتغي به وجه الله ثم أصاب أمر الله فقتل دخل الجنة في كلمة سعيد بن منصور باوري بسند صحيح وحلقها لإخلاصك ثم أصاب أمر الله أي اتباع السنة سنة دي براعي أخلاق دي جهات كل يمد بغن كي جهات كل يمد فقه كي جهات كل يمد مركز وي مركز الأورانا هيو نكاسي خير بالور رجينية سيوكلا في كتاب البدع والنهي البدع لابن وضاح أيوح كيري وابن مسعود على سنة ضرب أم على بدعة يعني جهات لفتي سيوي ما سنة كتاقنا مثل بدع كتاقنا يعني وحا وهي مقاسد كلية الله في رمي وحا الله في رمي هي مآلات الأمور هي شريعة وحي كقبت وحا كان أي الله في رمي ولذلك وحا نكتمها هي كلمة ابن تيمية يري والكتاب والسنة مملوآن بالأمر بالجهاد وذكر فضائله لكن يجب أن يفرق الجهاد الشرعي الذي أمر الله به ورسوله من الجهاد البدعي شخص مثلا في كتاب الاستقامة أي كلية وإن لك لسارة جهادك السنقة جهادك بدعي حلوبة هي هي وسائل التغيير كاس وحبنا وغبشها كتيرة إن آدي آد بدك أي أخريان أو أراديان أو أي كتبت أوآدان أو علماء أويديان أو أرن كاس حلبة كسارا ذاتك أردن ذاتك دائر تهانا وحلبة كسارا إني علم ذات سدان وأغنهي إني لله نو بدن باكبوح ذاتك خير بدن باكبوحة لكن خير ككليه كما قارسين كروت عايل كيسو ما شاربتي طاوة وأرن وحكا لو اللوبة هي هي إن أمدى وحا ترغب بضن وتحدياتك او صارن اما بنان كاجرتو سومالي بنان با مقن اما كو جوغا هنقده وخ شريعه اسلام كا وخي كخلدن سي اوتاي لو شيغا ويه علمادو ميثاق لغا قاد ميثاق اسوها
لتبيننه للناس ولا تكتمونه إن ذاك أشيغان أو عديان أو أين قرن تضبرا بعروت إبناك الآذي وحي مضندوان الله أب دبنا بيكون حجران تتكاس إنسان الودا يماه وإلا يرى هذا ورميشا سيميشيني ماه هل كابوسكيني ماه هبرو واقعي عروت إسجرين هذا هود هلا كل راعديد أما هير الوالد شوكتيد أنهم باهو يرايا بأوروتشين ماشا رفتي هذا هل كان با أصله وين أقعدن لرالك يجريها اللي تاعي ده بعض كله يدك ملهيدين إيو لم يعيش قرحان أصل نقطة إني أري رعان وجيل رعان إني دك دكتان إني أري رعان وجيل رعان بكفي عن ده كم ما رحنا أو إلهي أودي بي إني أمد هرتشو نقطان أما ها هذا كاب قبيله أما ها هذا اسمه أما ما مول ها هذا واجب صارا ونشر على سي أتاي أيضا رحمة الله جوفه ما ينعين وأيضا أي قصة تكون هي قصة لله يا وحين كخلطن الله شيء هوي وإذا وحصائن كخلطن وحصائن كصحسن سايلا نصيحة ناس ودين تيوية الدين النصيحة الدين النصيحة ما قرتي وواحد استقامة كينية قف كسوة عشاء هذا كل شيء شو تيد كلمة دي نافعة هاي وأتي لهذه المصاحب كي ما نكون أوران كراسها يلين المؤمن مرآة أخيه ومراد سكفيرنا هي وين أسكار كهدي تقصفو شيء هي يهدي سحر كويا له مش أسكار كي وعلك هذا ترى هذا هلك هذا كلا دعاء هذا هذا هلك كلا دعين صاحب كسمتهن ومن أعطى النصيحين ومن أعطى النصيحين صادرت وين يصوب هذا حس جماهيري وخير كربا وخير كي يوجد بين الربا إسكاشنا يو ديدن إن وضلك اللي حضر وقف كي ديرين أيه سوق بانية قف كدبادي قانا سحوذة السوق هي وضد كي سيلا سووضو ساقو وضية أي اللوبة هي هي إلا يوحن كبرين لي إنو نوافج وحي خيرة وحي آن خلضي أما آن تراري هدى إلهي هي قد نافو وصل اللهم وصلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.